اتصلوا بنا علماء كبار منهم رودريغو دي ساياس، هذا اللي قلت لكم عليهم، خرج كتب عديده في هذا الباب هذا، وكتب كتب على لي تروادور، وكتب كتب على الفيويلاس وعلى الموريسكوس في مجال الموسيقى، وكيقول على ان الاوبرا الاصل ديالها عربي، وهذا هو المحاضره اللي لقاه. وهذا انسان من المناضلين الكبار في الميدان الموسيقي، حيث الزوجه ديالو حتى هي كتغني معاه، ناس عايشين. هو دكتور ماشي غير في الموسيقى، وانما دكتور في علم الحقوق، وخلى الحقوق، قال كاين بزاف ديال المحامين وبزاف ديال القضاة، وهذا الباب هذا غادي خصني نخرج فيه انا كانسان مناضل، يعني عنده امكانيات، عنده ماده باش يمكن له يعيش. فهو يعني كيخرج وتيعطي هو والزوجه ديالو سهرات فنيه، ماشي غير في اسبانيا ولا في الاندلس، وانما في العالم باسره، باش يعرف بالحضاره الاندلسيه. وبقوه اللي هو شاف هذه الفرقه الموسيقيه ديالنا الاندلسيه، يعني تحبب له لازم يجي للمغرب باش يتعرف على هذا المغرب شنو فيه. ومن بعد ما سمعوا من ضمن المحاضرات اللي قدمنا لهم والاعمال اللي تكلمنا عليها، كيتمنوا يمتاش يجيو للمغرب باش يتعرفوا عليه، ويمكن لهم يعطيو سهرات ديالهم، وحنا عزمناهم عندنا للمغرب اللي هو يعني يعتبر جنوب الاندلس، والاندلس اللي هي شمال ديال الاندلس نفسها، ما نقولش الشمال ديال المغرب، لان حضاريا في الحقيقه هذاك الشمال ديالنا، وحضاريا هذا المغرب جنوب ديال الاندلس. فاحنا كنكملوا بعضياتنا، ولازمنا ما نعملوا معاهم يد في يد باش نردوا الحضاره ديالنا العريقه، المجد ديالها اللي هي كانت عايشه عليه دائما وابدا. وكيظهر لي بهذه الكيفيه هذه غادي يمكن الشعر ديالنا يعاود ياخذ الخط ديالو، والموسيقى ديالنا تعاود تاخذ الخط ديالها، وباش تشارك، ماشي غير باش لاحياء الافراح، لان الموسيقى في الحقيقه ماشي غير ديال الافراح وديال باش نشطحوا ونطبلوا. الموسيقى هي بحال اللي كنقولوها دائما ثقافه، ويعني تربيه للذوق وتربيه للحس ديال الانسان اينما كان. وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم باش منين غادي يجي رودريغو دي ثياش، هو وبيبي روميرو وبعض الاخوان اللي هما كيهتموا بهذه الحضاره الاندلسيه، غادي يمكننا تكون عندنا لقاءات ولقاءات على الشاشه، حتى تكون بمثابه وسيله اعلاميه للجمهور المغربي المتعطش لكل حاجه فنيه، باش يعني تذوقوا وتعطيه واحد الروعه ديال الحس، اللي غادي يمكن له يشعر بانه كاين اخوه ديالو في اماكن اخرى، قلوبها كتنبض بحال القلب ديالو، والحنين ديالها بحال الحنين ديالو، والانين ديالها بحال الانين ديالو، باش المجتمع ديالنا يرقى من الناحيه الحضاريه اكثر فاكثر.